واحد يقول مرته قال لي ديري لك حل ان شاء الله يدوخوا الناس الكل. قال لي كحل يا خاله بالله بهذلها رجاله انت وحدك ترتع غزاله وبيديه الربطه والحل هي ولا لا؟ تي معناها مش كلام مش اللي بيديك كلام صحيح ذلقى خيش بيك مش كتشوف فيا باي والقرعه. شيش بيش نحب نعيش نهاير كالناس اللي تعيش. عملت له الدنيا ابيل قالت له شوف بني تحلال يلقى شعرها بلا شكال محمل جماعتكم ريش شيش بيش نحب نعيش نهاير كالناس اللي تعيش. شيش بيش شي كبير ولا تونس هذه بير شنو عزوزة في الستين عشقة في ولد صغير طفلة بنت 11 عام تتعلم لك في الكلام ولا تعمل في الحمير راجل نظر ودوب الليش سابغ شنابات وماش. قلت له مرته بربي علاش غشاشها وما كلمهاش وما شرالهاش الموليكير. قول يا لطيف تبلينا قولوا لي شبينا بالغدار ودم خفيف ضحكه صفرة وترهدينا والدمعه كذابه زينه دنيا منها طار كيف زيدوا قولوا يا لطيف يا لطيف ملا دنيا ملا غابه ملا غرابه ياسر كثروا هالهيابة الاحراث ملا جتنا صابه الغدره تغني يابا يابا وتقتل في الطيبه بالسيف يا لطيف هم يقولوا سعود وبخوت وهي فيها فات الفوت للي يحلم بالياقوت وهو ما حصلش القوت والله ينحب لين يموت ويخرج منها بكف نظيف يا لطيف وتغيب النجمه وتتمسى توصي في بنادم ما توصى بنادم ينسى بنادم يقسى وهو ضعيف ويفوت الفوت ويزور الموت وبعد الصيف يجي الخريف وديما نقولوا يا لطيف يا لطيف يا لطيف حسب لطيف. قعدت في التيرمينيس تاع المترو وجات طفله شبابه وانا مرند في برجوليه فهمتي وجات واحده قال لي هاو نكتب على ذيك كتبت على ذيك كتبت انا شربت مره قهوه واحده كنت بعيد على العينين بالعين ورا فترينا بعيده تورق في صفحات الزين وتستنى في لحظه سعيده ترجي في ليله العين هيك توجع في الكبيده باش تبكي هي العينين بيع روحك للتنهيده ضيع روحك يا مسكين حين تكفي يديك جديد احساسك غافي بالنومين بعينك ريت الورده وحيده وتستنى في حركه عينك تبتلها بالعين قصيده ما فوتش فيها سطرين تكتب بالقهوه التنهيده ورموشك وشفار العين ردت لك هي تنهيده تدلى في حبال بعيده بنت شهور وبنت ظهور وبنت سنين ديما وجع في الكبيده باش تبكي هي العينين بيع روحك للتنهيده ده ضيع روحك يا مسكين. يقول لك عندي الاصحاب قد شعر الراس وقت الشده نجي نضرب عليهم نرقى روحي فرتاس صحيح المثل الشعبي ذي ولا اكيد صحيح حقز لسالتي وانت تعرف هاكا واضح ما لمنيش انا فرتاس من كثرة همومة معناها وفي الاصل ما فماش الاصحاب وينهم ولينا اصحاب مصالح وكل فول تلها في نوار عباس ثري كل واحد لا في مشاكله هو ما عادش ديجا بدا لونتوراج نتاع العلاقات يضيق 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 مع الفيسبوك مع وسائل التواصل الاجتماعي خرجنا وريزوك ها وقتاش يبان صاحب الصنديد نورمال ما في المحنه انا مريت بمحنه كبيره وعندي صحابي بارك الله فيهم ان شاء الله كلهم مجمولين في الخير انا بقيت 15 سنه في الجمهوريه التونسيه عاطل على العمل واني حمد لله لاباس 15 سنة خدمت كان في 2012 ولاباس والحمد لله نكتبوا المزاودية ومشايخينا ومحفلينا وديما جو على جو أنا كتبت مرة على شعبنا نحن كتبت عليه شيش بيش شيش بيش نحب نعيش نهاير كالناس اللي تعيش عملت له الدنيا أبيل قالت له شوف بني تحلال يلقى شعرها بلا شكال محمل جماعتكم ريش شيش بيش نحب نعيش نهاير كالناس اللي تعيش شيش بيش شي كبير ولا تونس هذه بير شنو عزوزه في الستين عشقه في ولد صغير طفله بنت 11 عام تتعلم لك في الكلام ولا تعمل في الحمير راجل نظر ودوب الليش سابغ شنابات وماش. قلت له مرته بربي علاش غشاشها وما كلمهاش وما شرالهاش الموليكير حسيلو شعب الكل حلاويسه ربي بقى شيش بيش شيش بيش شعب شيش بيش الكل يلعبوا في شيش بيشهم. انا صارت لي هذه الطرفه في ليبيا وانا اول مره كتبت نص بون خليجي عندي 300,000 فولي بقيت فرانك لا تسمع فيا فما واحد ليبي قال شكون يكتب بالليبي انا واحد مصري كتب بالمصري كلام باب المصري هو خير مني كتبت انا بالليبي هذه كلمه حق نقولها في حق الراي تزولها نحكيها ونسمع عرفت كيف نطولها نحكيها ونسمع قولها وطويله بون ليبي ربحت مشينا قابلنا واحد بارك الله فيه بالواحد ومش عطينا باللورو كتبت قلت له انا وراك فيه على الفلوس للامانه وانا فلس قلت له حبه حبه دي المحبه ولا مش قادر تقول المعادلة واجد صعبة والكلام أصدق رسول ولا راضي بأي كذبة وأي كلمة من عزول عليه هو معناه أي نعم معناه أنا أسمر والآخر أبيض أي نعم قاسي شوية والأغاني العاطفية أثرت والله فيا يا قمر عليه هو قلت له يا قمر اقسى علي خلي عمر الشوق يطول أعطاني 300 أورو يا تونس وأنا مشيت باش نخدم في ليبيا وأنا بطال في تونس اخويا نرجع لتونس ولا بليبي وديما ودز تخطف ولا بيس نقول لك اعطيني سيجار عندي واحد اعطيني سيجار عندي سيجار وها باهين نحن ميتور وباهين زاد اي ما وليت بالدجاج وبنعاجي ولا بس علي اما اما اما, أما هذيك تونس باهي يا ولدي برجوليه برجوليه مهما يصير علينا بالحرام يا السوبرمان تسمع فيا في افريقيا هذه وفي العرب هما نحن
اما لا غالب جاي شكون قاورنا والله العظيم خي شوف احنا عنا ونجيب رانا كيب ناسيونال وكان جيب كيدي بيان بيان رانا مشينا وبرشا حاجات. انت اللوك بتاعك محلاه ربي يفضلك عشان تعمل باب الحاره ولا عام السنه بيتكم باب الحاره باب اباي مالا كيفاش هذيك شوف انك تجدد في اللوك انك تجدد في اللوك يرحم بوك باش تبقى ديما تزقت. انا كتبت مره انا عصفور الحريه واذا مفرفط قالوا يطير عيون ياسر اللي تحس عليا وحتى كي ما تحسش بيا انا نتمنى لهم خير لوم على روحي وين اغنيك وين احسك تحسبين عجبني قفصك ولا متعف عيوني حبسك الا وتدري بيا نفسك قداش انا قلبي كبير نحبوا الناس الكل وماذا بينا الناس الكل حيين ونشطين وبصحه وخير وعلاش انت كذا كي نبدا انا مرضوف وانت صحتك لاباس ما تحملنيش وكي نبدا الكل شيء عين انا كاو اليوم نحكيو على الغدار اللي يكمل ما وملح وما يصونش العشرة الناس الغدار هذوما موجودين برشا شعب غدار بالأمارة كثر وكان الغدار. أنا مرة كتبت أغنية تخالفت عليها أنا وسمير لسيف كي يشوفني يعرفها اسمع الأغنية قول يا لطيف يا لطيف تبلينا قولوا لي شبينا بالغدار ودمه خفيف ضحكة صفرة وترهدينا والدمعة كذابة زينة دنيا منها طار كيف زيدوا قولوا يا لطيف يا لطيف ملا دنيا ملا غابة ملا غرابة ياسر كثر وهلا يابا الأحراث ملا جتنا سابة الغدرة تغني يابا يابا وتقتل في الطيبة بالسيف يا لطيف هم يقولوا سعود وبخوت وهي فيها فات الفوت للي يحلم بالياقوت وهو ما حصلش القوت والله ينحب لين يموت ويخرج منها بكف نظيف يا لطيف وتغيب النجمة وتتمسى توصي في بنادم ما توصى بنادم ينسى بنادم يقسى وهو ضعيف ويفوت الفوت ويزور الموت وبعد في جيل خريف وديما نقولوا يا لطيف يا لطيف يا لطيف حسب لطيف انا بارول كلام احنا نبيعوا كامل اللغه بلا 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 وكا هو تو الناس الكل يقول الرزق بيد ربي مالاش بيك تخاف مني معناها شادين من القشور احنا يا لطيف اغلب شعب التونسي ما يعرفكش هذه فرصه باش تعرف بروحك خلي الناس يعرفوك مش مشكله انا منصف غنيه تو نخدم معلم نزقصق نقري في التحضيري عامل معاهم جو بفضل ربي ورضايه الوالدين ديجا بعد الثورة دخلت نعمل لهم في نشيدهم وغنياتهم وكذا تعملت قبل مع المزودية طبعا حكاية فارغة كان جاء نص مرحبا مثلا انت تتصورش مثلا النص هذا نص هذا باش نقول لك النص هذا ان شاء الله ما يتسرقش كنت عاد في التلفزة ولوني هو مسبوب في دروا دكتور واحد يقول مرته قال لي ديري لك حل ان شاء الله يدوخوا الناس الكل قال لي كحل يا خالة بالله بهذلها رجال انت وحدك ترتع غزالة وبيدير الربطة والحل هي ولا لا تي معناها مش كلام مش اللي بيديك كلام صحيح ذلقه خشبيك مش كي تشوف فيا باي والقرعه مالها شنو كلام صناديد بهالقرعه هذه هي جماعه تيتيت هذوما قعدت في التيرمينيس تاع المترو وجات طفله شبابه وانا مرند في برجوليه فهمتي وجات واحده قال لي هاو نكتب على ذيك كتبت على ذيك كتبت انا شربت مره قهوه واحده كنت بعيد على العينين بالعين ورا فترينا بعيده تورق في صفحات الزين وتستنى في لحظه سعيده ترجي في ليله العين هيك توجع في الكبيده باش تبكي هي العينين بيع روحك للتنهيده ضيع روحك يا مسكين حين تكفي يديك جديد احساسك غافي بالنومين بعينك ريت الورده وحيده وتستنى في حركه عينك تبتلها بالعين قصيده ما فوتش فيها سطرين تكتب بالقهوه التنهيده ورموشك وشفار العين ردت لك هي تنهيده تدلى في حبال بعيده بنت شهور وبنت دهور وبنت سنين ديما وجع الكبيده باش تبكي هي العينين بيع روحك للتنهيده ضيع روحك يا مسكين برجوليه ربي سبحانه عزته جلاله مؤمنين شيخنا يا ولدي مشيخنا انت هيك حتى كي تغزر فهمت اما نحن نعسوا على بعضنا وتعس عليا وانت خليني يا ولدي جمعتين خنشيخ فيهم وفرح بيا ونفرح بيك وبوسني وكان تحت وقاومني حتى شيء حسننا نشوفوا فيهم يبرك يجيب دايما حتى دايما ربي انا علاش قلت لك نتذكر انا نحن لهنا عباد عشت في تونس برشا عباد ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم التو نحبهم والو والو انت قلت لي عديت محنه خايبه برشا ورقيت واقفين معايا صناديد امي بالله ما نسالش نعدي هذه لامي انا كتبت لامي وقتها ما نجمش نروح لامي انا ونحبها ياسر يما لطلة والله وطالت علي الغيبة وبكيت كي حسيت سامور فرق الهيبة وكلمة وتقال دموع الرجال صعيبة دموع الرجال عيبة وما هي هيبة لطلة والله وطالت علي الغيبة لحسبت وبختي هكا لقيت يما على شكون نتكة بابور عمره دب لقى السكة وجاب الفيافي والفجوج صعيبة لطلة والله وطالت علي الغيبة مانيش يما ناسي لصحبتي ولا ناسي ومانيش أصلا في الطبيعة قاسي غيرش الزمان بامان كسر كاسي وخلي يقولوا الناس قلبه قاسي لو يشربوها الناس مر حساسي ولو يشربوا الناس كاس الخيبه لا طلا والله وطلت على الغيبه عارف فهمت شنو الخيبه بنجحت انا في 2004 في الكاب في الكابيس نحكي لك على المعاناه وعندي مونسيون في المناهج وعندي مونسيون في الحضاره من كليه الاداب والعلوم اللسانيه بسوسه قريت او معلم نجحت 2004 وما دخلوني ما دخلونيش انا امسيا استاذ تعليم ثاني وانا قاري في الابتدائي وفضل ربي بلاد الشلي بيديش بلاد الشلي بيديش وحطوا يا سبيس هان حفله هاتني هزني توا هاك انا ما نعرفش برنامج الباك تو تشوف تو شيخ باودي قريهم شو كليهم هذا انت حاتني هكا وجايب لي واحد يعمل هكا ويعمل هكا وهذاك باش شوف انت مستوي جيب حاجه مستويه
فماش بلاد مستويه تجيب ناس مستويه. نحن الطياره نحطوه في الواحد يلا غالب خليفتنا على ربي. امنيتي امنيتي برجوليه، امنيتي ان نلتحق بوزاره الثقافه خاطر نجم نضيف نهار حاجه، نجم انا نعرف نجم نضيف ان شاء الله. تمام باس. علاش ديما يقول لك اللي يكتب والشاعر ما يعرفش يغني ما يغنيش، تلقاه يكتب. انا نعرف عليك خويا ما شاء الله عليك فنان، سمعني مالك. لا 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 لا. قالوا عتبوا ناس وقالوا عتبوا نواسي، وصل الوجيع احساس يما وراس المواجع راسي. نعرفوا والحال مش لاباس قديش الحي قاسي، القلب صاحي القلب صاحي يا ناس وليعتي في راسي، ونعيت من المحواس وللقيت ناس كي ناسي، والظهر كانوا قاسي يما وزاد فصل على قياسي، كسر في ايديا كاس وزاد حط راسه براسي، وزاد حط راسه براسي يا ظهري يا وسواس يا مركب بلا مراسي. لا 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 لا. الصبر لله ليعتي مقواها، العين الترى تقول يا محلاها، ولا صبت جنة ولا صبت جنة بين أرضهم واسماها. الصبر لله ليعتي مقواها. ما بين البابين نكوي بالنارين، منا باب سويقة تعرفوه بزناقيه الضيقة ومنا الحلفة وين، وأنا ماشي الباب الخضرة عرضتني طفلة سمرة تكويك النار الحمرة وتقتل تقتل بالزين. نسيت الباقي خاطر ما نغنيش نسيت الا غالب. هي البنية هذه مشينا وقعدنا بلا بالزين المفيد. اي دخت دخت انا والشعر. اسمع نقول لك على حاجة، الفضل الربي يا ربي يا رضيت الوالدين عندي ومنتي راضي عليا يا ربي حني، ماضي القلم هذا كارثة فهمت؟ هما في الحيط ايش نعملوا نصبروا اللي خلقنا وكاهو. انا شيدي في التحضير نكتبهم ساعتها تك تك نركحهم تك تك ونعمل لهم مسرح شوي مسرح وكذا واحد فهمتي؟ نفرهدهم عاد هو ما هو معايا مفقد به يفهم. انا كي جيت في وزاره الثقافه ايش نعمل؟ يقول لي مخربقها مسرح وموزيكا واحد فهمت؟ ان شاء الله ان شاء الله من المنبر هذا يوصل صوتك ويتفرجوا فيك والقرعه التاريخيه هذه تعرف. شايك؟ بلاش عر معناها. وقول بالله